ان شاء الله الف صحه وعوافي. تأمروني بشي تاني؟ شو صار بالشاي؟ يلا دغري. يستوي عمو. صحة ماما. تفضل حبيبي. تفضل يا ريت. هاتي عنك. تفضل في خيرك. سلموا اليدين يا صفية. الله يسلمك. أي فاخرين، أنا عم بقول بعد ما نكسر السفرة إيش كان في ضرورة بنزل أنا وياك لعند التاجر مشان ننزله بالسعر مشان البضاعة الجديدة. ما في لزوم يا أبي، ما في لزوم. أنا بعرف منيح كيف أتعامل معه. بعدين هو رح ينزل لي البضاعة بسعر الجملة، يعني مثل ما بدي وأحسن. تربايتك عصمت بيك. طيب مثل ما بدك، معناها أنا رح استناك بالدكانة. إيه أحسن يا أبي، ما في داعي لكل هالمشوار. الله يوفقك حبيبي، وإن شاء الله بتربح بكل شروة بتشتريها. الله يسلمك يا حنونة. مالي رايح قبل ما اشوفك متحسن ومرتاح. اعمل لك شيء بس اعمل لك شيء. جلسني بمعيتك. ايه تكرم. بسم الله شوي شوي. على مالك. عندك شيء ثاني؟ الله يسلمهم هالديات. الله يسلمك. الله يسلمهم. رح اغسل وشي وساوي كاسه شاي لي ولك. كتر خيرك. يلا ما رح تخاف. بمعيتك. يا حرام شو معتر هالزلمه، لك الله لطف ما مات. ابو صياح قلتك بيكون شكري ورا هالعمله السوداء. الله اعلم، بس بينه وبينه الشكوك كلها حايمه حواليه. اساسا مين له مصلحه يقتله غير هو؟ لك هذا شكري لازمه ترباهي، لانه واحد ازعار وما عم يقعد عائل بنوب. ليش ابو رمزي مسكر دكانته؟ اكيد شكري ورا هالقصه. على كل اليوم بيبين معنا كل شيء. معلوم عمي، معلوم. ما في شيء بيضل مخبى. يلا اخي ابو عادل، انا رايي استرزق، بدك مني شيء؟ الله يرزقك عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا انا بطريقي رح مر على الكراكون، شوف له زباشي قبل ما يتخذ أي إجراء ضده لمحجوب. قديشك واطي يا شكري؟ واطي وبس؟ والله عملته ما بتنزل لا بميزان ولا بأبان.
يعني إذا كانوا جماعة الكراكون تركوا رب العالمين ما رح يتركوا. يا بي، الكراكون بيعرف منيح إنه شكري ورا هي القصة وما في غيره. معقول لسه ما أخدوش إنه كان الوقت متأخر وما عرفنا؟ يا بي، بس روح على الكراكون بعرف كل شيء. أبو عزام، خطي ساعده لمحجوب. الزلمة ماله حدا، وأمه الله يرحمها كانت مرة درويشة وبنت حلال. يلا يا ستي، إن شاء الله خير. إيش ما جزبك شيء اتصل على الدكاني، إذا ما كنت أنا بيكون في عزام. إيه؟ يلا السلام عليكم. الله معك يا تاج راسي، الله معك. عاوزي شيء تقبليني؟ لا حبيبي، دير بالك على حالك. الله يرضى عليك وميسر أمورك، الله يبعد عنك ولاد الحرام. يعني ما كتير عم بفهم عليك، انت شاكك بحدا؟ لا مالي شاكك بحدا، اللي عملها شكري ما في غيره. انا برايي انك ما تظنه، لانه على حد علمي هو ما معه سلاح. اللي بده يعمل هيك عمله كبيره يا بسام، بيخفيها عن كل العالم، بيبقى خايف على حاله. وانا ما رح بشتكي عليه، رح اسنحه، بشكي لله. هو بده ياخذ بتار اخوه، بس ما عارف اني قضيت 15 سنه بالحبس، وكان لسه قدامي كم سنه لو ما هربت من القلعه. شو بدي اعمل معه؟ شو بدي اعمل معه؟ لك محجوب، انت ليه قتلته لرمزي؟ مع انه الزلمه كان اعز اصحابك، وصيته بالحاره مثل المسك، وكل الناس بتقول عنه منيح وادمي. لا سيدي، لا منيح ولا ادمي. رمزي خسيس، غشني وخاني. لو ما ظلمني ما قتلته يا صاحبي. قوم انت، قوم شراب شاياتك وروح تيسر على شغلك. انا منيح. ايوه شراب شاياتك وتيسر على شغلك. يا صباح الخير. هلا 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 بطويل العمر. هلا، ايش حالك؟ عسلك زين حيل. سمسم يا سمسم، أمرك سيدي. جيب قهوة تكون مزيونة. حاضر. إيه طويل العمر، وش حال محجوب؟ عسنه زين حيل، تحسن جرحه كطيمونة؟ لا الحمد لله منيح. امبارح رجعنا على البيت وتركنا عنده واحد من شباب الحارة مشان يخدمه ويدير باله عليه. زين. يا سيدي قل لي لشوف، شو رح تعمل بقضية محجوب؟ يعني رح تكتب ضبط ولا تغض نظر؟ والله يا اخوك شكري بلا مسا اعترف انه هو اللي ضرب الفشك على محجوب. شو؟ واعترف من وين جاب السلاح؟ والله يا اخوك فتشنا دارهم وما لقينا شيء، بس التحقيق مستمر، وان كان اعترف وين مغبي السلاح وكاد وكاد نفتح ضبط بالحادثه، ووقتها ما اقدر افيده بشيء، امر الله وصار. بس أنا شايف شيء تاني. خود هدول، جيب شوية أغراض للبيت وخلينا نلف الموضوع، مشان محجوب ومشان هذا الواطي شكري. واني من رأيك زاد، بس المصيبة من إيه؟ المصيبة عند هذا بواق الدجاج الحصيني أبو منشار ما يتأمل. القصة قصة كبيرة كبيرة بحيل، شروع بل شتل، ما هي عضة شلب. شو وينه أبو منشار؟ ماني شايفه. إي بالله ما وين، يمكن أقدر أدبر الموضوع، أخله شكري يومين ثلاث عندي هين، منه أربي ومنه أقدر أتفاهم مع هذا الحصين يا أبو منشار. يعني بفهم من كلامك إنه راح تلفلي في الموضوع؟ والله يا طويل العمر، إن ما اعترف شكري وين مغبي السلاح بإذن الله محلولة. أنت قدها ودود يا أبو مشعل. يلا حلا ما نفتح. السلام عليكم. إيه والعود والمعبود، ما تروح إلا تشرب القهوة. خليها مرة ثانية. وكل نوبة تقول لي مرة ثانية. الله وياك، الله وياك يا طويل العمر. الله يجبحك، الله يجبحك يا سمسم. الزلمة بكل نوبة ينطينا هالمصيريات، وانت القهوة ما ت... إيه عوذة عوذة. سمسم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا بي. أهلين يا بي وعليكم السلام. الله لا كان جاب الغلاء. ليش يا بي؟ ليش يا بي؟ الضار يا بي، الضار جاع الشغل يا بي، لكن الدكان بدها رجل مكسورة. شو ما بتعرف وين كنت يا بي؟ بعرف يا بي. تترك الزلمة لحاله يعني؟ لك ما لك تتركه لحاله، بس كان فيك تجي بكير شوي يا بي. ما بقدر يا بي، الزلمة وحيد ماله حدا، بعدين غير هيك عمي أبو عزام قال لي خليك عنده دير بالك عليه. بعرف إنه أبو عزام قال لك دير بالك عليه. بس كمان الشغل لك ابني أهم بكتير. أمرك بس المهم أنت ما تعصب. ماني معصب. اللي كيف صار هلا؟ الله يفرج عليه. إن شاء الله عم يتحسن. بتعرف شكري من امبارح شاطينه على كراكون وناس دين فيه قتل. لا 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 يا شكري. بس ما تقلي اعترف. ما برجع اعترف. قالوا شاحطوه امبارح بالليل ولا هلا، ما حدا بيعرف عنه شيء. الله لا يوفقك يا شكري، ايش كنت انت اللي عامل هالعمله؟ لك كم مره قلنا له يضبضب هالقصه ويكف بلا بقى؟ العمى؟ الحق مو علي يا بي، الحق على ابوه، كان لازم يزوجه، بركي بيركن هيك وبيهدى. يسلم هالتمك بس. مظبوط، الجواز بيعلم الركونه والهداوه، بس على سيره الجواز ما بدك تفرح بابنك بسام وتجوزه؟ بلا يا بي، الله يفرحني فيك يا بي، بس كل شيء وقته حلو. لا تستعجل يا بي، لا تستعجل. مظبوط يا بي، ليش العجلة؟ ليش الواحد بيستعجل ما بعرف. سلموني يا ملك. هلا وسهلا. اهلا وسهلا. اما احنا دوينا قرص ملافين، واذا عجبني رح اخذ واحد ثاني. والله شو ضحكتني والله ضحكتني. والله بدك تاخذ قرص بدك تدفع حقه، بدك تاخذ رساله بدك تدفع حقه، بدك تاخذ رساله بدك تدفع حقه، يعني كله بدك تدفع حقه، شو هيدوني بدل ما عجبني. لك رح يا ام احنا مين قال لك ما بيدفع؟ عم نقول لك بندوق قرص بنعطيك حقه، شو هالشغلة؟ هذا هياخذ لك قرص. شو هذا يا ملك الفلافل؟ ابو رحلي اعطيني واحد ثاني. واللي قال لك لف لي عروسي على كيف كيوفك. مو من عيني، بس شو شكلك مو كسر السفره اليوم؟ لا والله ما كسرتها، بس من بكره بدي كسر لها راسها. شو قوي، بس لمين بدك تكسر لها؟ للصفرة ابو نحلة. شو بنا للصفرة؟ ايه لانه يعني هيك عم تقطع وتلحوش مثل ما هي العوامي صاير ابو علي، ما بصير هيك، فهمتها غلط انا. ابو نحلة بعت لي العروسة على المحل وانا بعت لك حقها. سلام. الله معه. اشتغل يا ابو نحلة، اشتغل اشتغل وتعب وبعدين ببعت لك حقها، اشتغل اشتغل تعب. يا شو هذا؟ قالوا بده يكسر، شو بده يكسر؟ تعال هون. اسمعني منيح شو بدي اقول لك. بالنسبة لحوت وزريعة رحنا وما لقينا شيء. وإذا سألك الوزباشي مين اللي قوص على محجوب؟ بتقول له إنه مو أنت اللي قوصت واعترفت تحت الضرب. مفهوم شو عم بحكي؟ ايوه. ايه شو علي؟ مثل ما بدك بصير ابو منشار. وانا بكره الصباح بحاول طالعك من هون. الصبح عم بينغير الاحوال، شو على ابو منشار هاد؟ اقلط جاي. السلام عليكم. ابو منشار ايش حالك؟ عسنك زين حيل. الحمد لله. جاي بوقت غير وقتك، عسى ما ابو شر. جاي اطمن عليك، عيب ولا حرام؟ تتطمن عليك هالعافيه. قل لي يا اخوك شكري علم على مكان السلاح؟ والله لحد هلا ما قر، بس بوعدك معه رح يقر. اللي ابو مشعل فتح الضبط بالحادثه ولا لسه؟ لا ما فتحنا، ويمكن ما نفتح ضبط. ما نريد نشيل خطيه العجي ويرد مره ثانيه على حبس القلعه.
مظبوط، معك حق، والله أنا هيك عم بقول كمان. حرام أبو منشار ما يريد يتبهدل العجي، والله شغلة عجايب الزمان. أخاف تريد تتغدى بي بالداخلية. لا يا أبو مشعل، هيك ظنك فيه؟ أنا أغدر فيك؟ بحياتك يا أبو مشعل، يلي بدك يا بصير. بدك تفتح ضبط؟ منفتح ضبط. ما بدك تفتح ضبط؟ ما منفتح ضبط. بعدين لحتى تعرف إنه أنا بحلب صافي، وأنا مو قاتل حالي على الكرسي تبعك أبو مشعل. شنو أنا بشغلي وأنت بشغلك. إي زين، إن شاء الله تكون النوايا صاغ سليمة. لأني بعون الله أنا ما أوقع حيلي أبد. أبو مشعل، ما بصير إلا اللي بدك إياه. سلام. الله وياك. مع إني ماني مصدقك، بس لزوم أنطيك فرصة. قرب على الفشاشي، انت واقف وانت ماشي. كبوسك يا ولد يا جبار، يا مدلل يا ولد يا جبار، ابن الصفرنج يا ولد. مرحبا يا افكاح. اهلين ابن توف، يسعد لي اوقاتك. شو رايك ساوي لك سيخين فشي؟ كونك هلا بتكون جوعان من الحواصان طوال النار. والله ديش الكذب يا افكاح، جوعان جوعان، بس ما معي مصاري. شو هالعادة هي يا ابن توف؟ على طول بتكسر ايدك بتشحد عليها. ايه معك مصاري ليوم المصاري، مصاري ما بتاكلها النيران. انا ومنين يا حسرتي؟ يا حسرتي، يا حسرتي علي انا مو انت يا ابن توف. السلام عليكم. وعليكم السلام. كبوسك يا ولد، يا مدلل يا ولد. قريب على الفشاشي. مرحبا بصياح. اهلين اهلين ابن توف. لبوسك يا ولد. الاجهزه اللي طلبتيهم اندفع رعبونهم يومين وبيكونوا مركبين بالعياده. الله يخلي لنا اياكم ما يحرمنا منك، والف الحمد لله هي بنتك رفعت لنا راسنا. الله يخلي لي اياكم ولا يحرمني من كرمك. بابا انا حابب اليوم قبل بكره اذا ما في مشكله. لا تاكلي هم، اللي بدك اياه رح يصير، المهم هلا قومي جهزي حالك يلا. يامو، هلا اذا فتحتي العياده رح تتركي البيمارستان؟ لا يامو، البيمارستان ما فيني اتركه، هن عينوني فيه لانه في شواغر. العياده هي خاصه بستقبل فيها الناس برات اوقات الدوام، حتى مشفى الغربه حطوني يومين بالاسبوع لانه في كادر مشان العمليات. اي تقبريني، الله يوفقك يا رب. خلي لي اياك. لك يلا خلصيني بقى، روحي اجهزي حالك. حاضر حاضر. الله يحميها. اليوزباشي ابو مشعل رح يلفلف الموضوع مشان محجوبتي، وشكري لساته عنده، بس ظاهر لك مختار. شكري اكل اكله مرتبه. ابو منشار عسان عليه منيح، بده اياها، وانا متاكد انه هو ورا هالعمله. ومثل ما قلت، اللي قاطع ايدنا ورجلنا محجوب، واذا جماعه الكراكول لفلفوها بيكونوا قدموا خدمه كبيره. مختار، انت سيد العارفين، ما في شيء ببلاش. ايه صحيح، وابو رمزي هلا بيكون قاعد عم يعمل حساباته، هي اليوم ما فتح دكانته. ابو رمزي ما بيعرف يربي، لكن انا امشي من تحت شور ابني. وين تنصرف هي مختار؟ وين؟ معك حق، خلينا هلا نروح نشق على محجوب. تفضل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قومي يا رباح، حضري لي بالسفرطاس طبخة صغيرة، بدي اخذهم لشكلي، بكون من امبارح بلا أدب. هلا وشوي نزل الطبخة من النار، بيسكب لك يا رب السفرطاس تاخذ له اياها. والله ما بعرف شو بدي اعمل. لعبي ايمت بده يطلع شكلي من الكراكون؟ بركي بكره بحاول طعمه. ليش بكره؟ ليش مو اليوم؟ ما بتقدر تجيبه معك؟ لك شو بكي؟ شايفتيني رئيس داخلية لأجيبه معي؟ اسمعوا هلا الحكي. يا خوفي يا صوفي، شنو هذا ابو منشار؟ مع كلام رباط؟ قال يومين ثلاثة
ويمكن يصيروا اسبوعين ثلاثة. الله لا يقدر. الله يوفقك، حاول معهم، دبروا بمعرفتك. يا أبي الله يوفقك، حاول نطلع شكري بأسرع وقت، بيضلوا ابنك، ما فينا نتركه أكثر من هيك بهالقعدة المبهدلة. لك أنا السبب، أخ بس أنا السبب، كان لازم رصه وحطه تحت إبطي مثل كل هالرجال ما بيعملوا مع أولادهم. يا حيف كلامي ما عاد ينسمع، بس من اليوم ورايح أنا بعرف دبره. هلا اليوزباشي راح يحاول ما يفتح ضبط بالقصة من شأنك، وشكري جساته بالكراكول وعم يتحقق معه. المهم يا ابني أنت تفكر بحالك ولا تهتم بشي. مختار شكري وأنا كل شي صار معي، بس أنا ما راح أشتكي عليه، أنا راح أتركه لله. لا إله إلا الله. كيفك يا صفية؟ أهلين يا أفندي، الحمد لله. صايرة حلوة كتير يا صفية. أمي جوا؟ آه جوا. وأمك وينها؟ راحت على السوق. طيب ديري بالك على حالك منيح وأنت عم تنطفي، بخاف عليكي أنا. بدك نسأل على بيتنا أول ولا نسأل عن عمك فايز؟ بما أنه نحن هلأ بالسوق، نسأل وين دكانت عمي، يعني قبل ما نروح على البيت. هيك وليك؟ إيه، بعدين لا تنسى، هو ما بيعرفنا ونحن ما بنعرف. طيب هلأ نسألنا شي حدا، امشي. يا جبار يا أحلى من القطر يا ترمو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلين اخي مور. دخلت فايز المخللات وينك؟ ايه ابو بسام، شحوا عمي شحوا، ما عندنا غير مخللاتي بالحاره. السلام عليكم. اهلين اهلين، الله معكم. اخضر ورخيص، اخضر ورخيص المخلل. يا عمي جديدنا جديدنا مخلل مرمر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا اهلين يا اهلين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك فايز مخللاتي؟ انتم من النفوس عمي؟ لا عمي لا. ايه انا فايز مخللاتي. نعم. شلونك عمي؟ اهلين. الظاهر يا فتحي لازم تخبر عمك ابو بسامي نحن بنفوس. انا اسمي فتحي وهي اختي زمرد. والنعم. نحن اولاد اخوك نزار مخللاتي. عفوا بس ابو صياح. ايه بسمع. نعم مين؟ نحن اولاد اخوك نزار مخللاتي. يا حبيبي تعوا كلونا عمي، تعوا كلونا. شوف يا النصابين، لك نزار نزار اخي مات بالحرب قبل ما يجيب اولاد، لك قال اولاد عمك قال روحنا. عم اقول لك نحن اولاد اخوك. يا عمي احنا اولاد اخوك نزار، وهو وصانا قبل ما يموت انه نجي لعندك وناخذ حقنا من الورثه. بالورثه؟ شو هالحكي؟ لا انتوا نصابين، انتوا كذابين. لك ابي قبل ما يموت وزع الورثه كلها، ولك واخي نزار راح الحرب ومات قبل ما يتجوز، ولك كان عنده اولاد ولا شيء. عمي جاي تكبس خيارك هون عند المخللاتي؟ ما فشلت؟ لك روح خيط غير مسلي عمي روح. عمي سمعتوا الوالد شو حكى، بقى نحن عنا شغل، والله يرضى عليكم تكون لنا بحالنا. هيك عم تعملوا فينا ونحن غريبين جايين لعندكم؟ بس يا حيف. امشي يا اختي امشي امشي امشي. يلا معك روح، نصابين اخر زمان العمى. راوي يا بي والله ما لها محرزه يعني. لا محرزه يا بي، مالك سامع؟ لك بده يشاركني بالورثه، لك منين طلع لي هذا؟ لك اخي مات قبل الحرب لا عنده اولاد ولا شيء، صب صياح، تعال انكشفني راسي مثل راس البريبوت، تعال. بسام طول بالك صغيره، شو بنا؟ هلا بيجيك فالج، هدي. طول بالك يا بي، قوبة حراميه ونصابيين،
دريو بأخوك نزار وبالورثة اللي ترك لنا إياها جدي جايين يشلحونا إياها. على أساس وينك؟ نحن شفناها لورثة جدي. نعم ورثة جدك كمان أنت؟ بسام لا زيد عليها. أنا وبسام ما حدا بيخلفني بنوبة، وإذا رجعوا دبار عندي. أخي طول بالك حرمان الله، خلص كل شيء بنحل. هلا بنشوف مين بيتدخل بالقصة. على كل شيء كنت متوقعه إلا إنه عمنا يعمل فينا هيك. يا أخي عمي ما بيعرف غير يلي حكى، بعدين حقه إنه ما يصدق نحن أولاد أخوه. بكرة بس يشوفنا رحنا على بيت أبونا وقعدنا وتركنا فيه رح بيصدق. بس كيف نعرف وين البيت؟ هلا بس نشوف هذا اللي اسمه أبو عزام اللي حكى لنا عنه أبوكي. أكيد بس ليعرف إنه معنا مفتاح البيت رح يساعدنا. امشي. خليكي هون. السلام عليكم. وعليكم السلام. دخلك هي دكانة أبو عزام؟ هي بذاتها. أبو عزام موجود؟ من شوي طلع. إيش كان بدك إياه؟ بتلاقيه بديوان مختار. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف نعرف وين الديوان؟ هلا نسأل الحارة. امشي. السلام عليكم يا بي. يا بي تهلين وسهلين. اهلين بنور عيوني يحيى. شلونك يا بي؟ مستقبل كبير. مستقبل. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. شلون شايف لي المحل يا بي؟ كثير حلو يا بي. كثير حلو. الف مبروك. كل شيء صار جاهز ومن احلى ما يكون. عود يا بي عود. يا بي بكره لما الناس بتعرف انه ابو النار فتح هون بالحاره رح تشوف الشغل عم يفوت علينا كبد باذن الله. الله كريم يا بي. الله كريم. بعدين انت سيد المعلمين بهيدا الكار، اكيد لما الناس رح تسمع رح تقصدك من كل حارات الشارع. يا سيدي الف الحمد لله. الحمد لله. اهلين بحبيب قلبي. يا سلم هديات يا بي. نورت المحل يا بي. كل يوم بدي اياك تزورني. ها ايه الله يرضى عليك. اكيد يا بي اكيد. يومي معك انا هون. والله قلبي بينعش لما بتجي لعندي لون على دكاني. شراب شاي. شراب شاي. هذا شاي الفحم يا بي. على الفحم هذا معمول. فادي عم بيقول بده يحكي بالتليفون على الداخلية يمكن تنحل مشكلته. بس كيف بده يطلع بالنهار؟ شغلة صعبة كتير. هلا المفروض يطلع الصبح بكير وملتم. جيته لعندك لهون على الديوان وظابطة. ممكن يشوفوا حدا من الناس ويتعرف عليه. مختار أنا ما بدي إياك توقع تحت الخطر. لكن وين بده يروح؟ يجي لعندي على البيت. بيكون أحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رحمه الله. حضرتك ابو عزام؟ سلت عمي. واكيد حضرتك المختار ابو رسمي. اي نعم يا ابني، تفضل ارتاح. الله يعزك. انا اسمي فتحي مخللاتي. ابن اخوه لابو بسام مخللاتي. بس على علمنا اخواته لابو بسام المخللاتي كلهم ماتوا وما عنده اولاد. هلا حضرتك ابن مين من اخواته؟ نزار مخللاتي. إيه بس على حد علمي نزار مخللاتي مات وما كان متجوز. لا ابدا. ابي بهذاك الوقت لسه ما كان ميت. نزل على اسطنبول وتجوز امي. طبعا كان متجوز وحده قبل امي وطلاها. ولما كبر واجا المرض جمعنا انا واختي وحكى لنا عن الماضي هون بالحاره. وذكرك يا عمي ابو رسمي. وذكر ابو عزام كمان بشبابكم. الله يرحمك يا نزار. وأكيد جايين تسكنوا ببيت أبوك الله يرحمه. إيه بس عمي أبو بسام وقت شفناه هلا وحكينا له قلعنا دغري من الدكانة. طيب عمي أنتوا عندكم شيء بيثبت إنه أنتوا ولاده لنزار مخللاتي؟ معي مفتاح البيت، مفتاح بيت أبي. ما بكفي عمي، ما بكفي، بدنا أدلة. أبي حكى لنا على الطميرة. الطميرة اللي مدفونة ببيت جدي. طميره؟ أبوك طامر طميره؟ إيه. أبي لما طلع مع الأصملي وقبل ما يروح معهم دفن الطميره، دفن كل شي بيملكه، حطهم بطميره جوات بيت جدي. ونحن هلا جايين لحتى نطلع الطميره ولحتى نطالب بورثتنا. طيب وعمك أبو بسام دري بهالحكي اللي عم تقوله؟ إيه ما أعطانا مجال نحكي شي. أول ما دري إنه جاي أطلب حقي بالورثة إطاش حجر.
إيه طبعا طبعا بده يطوش حجره. لما سمع بالورتة أبو بسام إيده ماسكة كتير وما بيصرف القرش، وحارم حاله وحارم أولاده. طيب يا جماعة بعيدكم، بدنا حدا بس يعني يدلنا على البيت، لازم أنا وأختي نتركد شوي، وبعدين أنتوا بتحلوها مع عمي بسام. ولا يهمك عمي، هلا المختار بيروح معكم وبدلكم على البيت، إن شاء الله المساء بنجتمع فيكم. إيه شو عليه عمي؟ تكرم. شو شريت؟ ما في شيء. سلامتك عمي ابو مصطفى. سلامتك. ايه كله خير. عمي ابو مصطفى بدي اسالك، شكري عم تشوفه شيء؟ ليش ما بتعرف صاحبك شكري وينه يا ابو غضا؟ لا والله. خير؟ شو صاير معه؟ ببيت خالته. بيت خالته؟ قصدك بالكراكون يعني؟ ليش شو عامل دخلها؟ عامل عملة كبيرة ومتهمينه بقتل محجوب. شو هالحكي؟ مثل ما عمل لك. يا ابو النار. صهري قسام راسه وقلب سيف، قال ما بيبعت بنتي ملاحت لعنا على البيت لتزور امها واخواتها الا بالشهرين مرة. شو هالحكي؟ يا ستار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شهر شهرين. إيه؟ لك من بعد المسافة بين بيتك وبيته؟ لا مو من بعد المسافة، بس من شان شيء بيكسر الخاطر. لك ما عاش يكسر لك خاطرك أبو أحمد. احكي شو في؟ شو القصة فطفت؟ شو بدي أحكي لأحكي يا أبو النار؟ شيء بيقهر قهر، شيء بيقهر قهر. لك شو بيقهر قهر؟ احكي لي شو معك؟ هذا يا سيدي صهري قسام قال إذا بعت بنتي لعندي باعتبار أنا فقير وحالي مايل ما فيني طعميها هي والأولاد. لك أخص علي هذا الحكي، أخص عليه. لك لما كنت مريش وطعمي وتساعد العالم وين كان هالإيماد؟ بيهون عليك يا أبو النار، بيهون عليك. اتبهدل من صهري قسام اللي حاوي أرضي، بيهون عليك. صلي على محمد أبو أحمد. اللهم صلي على سيدنا محمد. بروح لعندي يا بكره يا بعد بكره، ولقيت لك حل يسر قلبك وخاطرك بيرفع لك راسك لفوق. كتر خيرك، عاود شي شغلتك عندي. بدي سلامتك. وهي خلصنا، معافى ان شاء الله، سلامة قلبك. الله يعافيك ويبعد لك ابن الحلال. ايش كان لساتك مالك متزوجة؟ الله يسلمك يا رب. لا تواخذوني، مالي حامل معي مصاري. لا يا عمو لا تحكي هيك، أنا ما بدي منك شيء، بدي سلامة قلبك وتدير بالك على صحتك. الله يعطيك كل عافية، يلا السلام عليكم. الله معك. وعليكم السلام، عافا يا بناتوف. الله يعافيك. دير بالك على حالك. عن جد شو هالولاد هدول؟ يكفي شيء.
ابو نحله انت هون؟ لا مو هون لسه ما اجيت بجي بعد شوي. وين كنتي دايره؟ انا حلفت عليك ضروري تعرف؟ هي ضروري اعرف. شو اشتغلتي هون؟ انا مو زلمه البيت؟ لا زلمه ونص. رحت على الحاره شق على بيتنا. هي شو على قبرك؟ شو قلت؟ شو قبري؟ حبيبتي ادري عم بقول تطلعي على قبري. كيف فتي بالحيط؟ كيف قدرتي تفوتي على الحاره؟ لك رحت على بيتنا. صحيح هو مهدم شوي بس بينسكن. ابن حليه خلينا نرجع على بيتنا. الله يوفقك. قديه؟ لقيتي مصاري؟ لك ما لقيت مصاري، شكلهم مسروقين. بس خلينا نطلع من هاي الحارة. والله ما عاد حبيتها أنا، ما حبيت هاي الحارة. بس أنا ما بدي أرجع، حبيتها كتير الحارة وصار عندي زباين مبسوط فيهم خيرات. الله ما بدي أرجع. شو يعني؟ يعني ما بدي أرجع. شو روحنا نقعد هنيك؟ يعني أنا وياك نكش دبان وفصفص بزر، يعني شيل كل القصة مراتك. إيه لا، أنت في موال تاني في راسك. الله أعلم ليش متعلق بهاي الحارة وحابب تقعد فيها. لا تعطش فيها يا عطش. أبو نحلة هذا بيت أبوك يا ابني يا فتحي. يا كثير يعني بده شوية تنظيف وبصير من أحسن ما يكون. بكفي من ريحة أبي الله يرحمه. ليش يعني بدي اسالك سؤال؟ ايه تفضل يا ابني سؤال. بيت جدي اللي حكى لنا عنه ابي موجود؟ ايه موجود، وهلا ساكن في شخص اسمه ابو النار. بدي اياه للبيت. ايه شو عليه؟ انتوا هلا ارتاحوا والمسا بنجتمع بوجود عمك ابو بسام وبنحكي بالموضوع. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. كثر خيرك. شو يا زمرود؟ ما عم صدق عيوني يا فتحي، ما عم صدق عيوني. يا الله الحمد لله. يا ميت اهلا وسهلا بام بكري. الله يسلمك يا ام منصور ويخلي لي اياكم. اهلا وسهلا خالي ام بكري، نورتينا. ايه نور هالوجه الحلو. ابوسك انا. تسلمي لي. وداد ساوي لنا فنجان. على عيني يا ام. تسلم لي هالعيون. ما شاء الله علي، ما شاء الله مثل القمر. طمنيني، شو اخبار البنات؟ إن شاء الله رتيبة مبسوطة مع عريسها. إيه مبسوطة، مبسوطة كتير. إيش بدي أحكي لك يا أم منصور؟ لا أحكي لك، هي دلال متعبتني كتير. الله وكيلك، عم بتغار من أختها وطول الوقت قتيل مع بعضهم، ما في غير بتقاتلوا. مسكينة هالدلال، والله المفروض تراعوها شوي. آخ يا أم منصور آخ، شو بدنا الراعي للراعي؟ المسكينة همها لحاله بكفاية. قليلة خطيبة اللي ما عرفاني عنه ولا خبر ولا مخبر. ولا أولادي يا حصرتي، أولادي أنا كمان ما بعرف شي عنهم. لك إيه والله ماني مصدق أنه بدي أشوفهم قدام عيوني. والله الله لا يوفق الفرنساوي شو عمل فينا. خرب حياتنا وسرق فرحتنا بولادنا. لك صرنا مثل كوم الحجار بيرمي فينا كيف ما بده. لك الله يخلصنا منهم على أهون سبب يا حق. والله يا عم بكري ما رح نخلص منه لحتى تصير كلمتنا وحده وفعلنا واحد ونضربهم كلياتنا بايد من حديد. ساعتها باذن الله رح نخلص منه.